أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث الانطلاقات المتواصلة على أرضية هذا الميدان شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بما هو جديد في عالم هذه الأصالة والتراث. يبدأ شوطنا الخامس عشر ويندفع في هذه اللحظات ليقدم لنا هذه النوعيات الجميلة المنطلقة في تحديات هذا الشوط. أبدأ مباشرة مع المركز الأول، مع انتفاضة اللي على المركز الأول بشعار صالح بن مخيت بن مسلم بن طاسة العامري، يتواجد على صدارة هذا الشوط وينطلق، بينما المركز الثاني هناك مع انطلاقة جبارة لسعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاكتبي، ياتي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع الشاهنية او هناك انطلاقة وتحديات المركز الثالث مع الشاهنية للويهي بالزفنة بالويهي العفاري، بينما المركز الرابع الطيار المسري بسالم بلعرت الحميري يتواجد على المركز الرابع في هذه التحديات، بينما المركز الخامس هنا مع غرايب تتواجد هنا بانطلاقة المركز الخامس لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، هنا يأتي مع خامس المراكز في هذه الاندفاع الجميلة والانطلاقة الممتازة. انتقل الى المركز السادس واتحول في هذه اللحظات الجميلة هنا بانطلاقة زاهية لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، يأتي في هذه الاندفاع الكبيرة والتحديات الرائعة ما بين هذه الأسماء القوية والرنانة. إذن أنتقل إلى المركز السابع وسابع المراكز هنا في هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الممتاز هنا من التزام لمفرح بن عبد الرحمن بن سلطان القحطاني، ياتي على المركز السابع. المركز الثامن في هذا الاندفاع الجميل والانطلاق المميز، من ياتي على المركز التاسع في هذه اللحظات الممتازة هنا بانطلاقة وقال علي بن راشد بن غدير الاكتبي، ياتي على المركز التاسع، والمركز العاشر سرابة لمحمد بن عتيج بن علي الاكتبي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذه الاندفاع الجميلة، هذه الانطلاق الممتازة، هذه الانطلاقات التي تحمي المنافسات. هنا تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في مهرجان ولي عهد دبي، حيث انطلاقات هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة والرائعة هنا في هذا الاندفاع. ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى مقدمة الشوط، الى انتفاضة لصالح بن بخيت بن مسلم بن طاسة العامري، هو من يتواجد على صدارة هذا الشوط وينتقل نقلة مميزة في تحديات واندفاعة هذا المسار الجميل التي تحمله هذه النوعيات الكبيرة والعملاقة المتوافدة من جميع ميادين دول مجلس التعاون للمشاركة في هذا الميدان، الا وهو ميدان المرموم تحفة الميادين. انتقل مباشرة وأتحول بالمركز الثاني، هناك بالمركز الثاني تواجد جبارة القادمة بشعار سعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاكتبي، يتواجد على المركز الثاني في هذه الانتقالات المميزة، بينما النقل إلى المركز الثالث والانطلاق الذي بدأ وتحركت به وتقدمت في هذا الاندفاع الجميل في المسار الجميل. إذن القادمة هي جدل لسالم بن راشد بن غدير الاكتبي، تتواجد على المركز الثالث وتتحرك بالأمال والطموحات الكبيرة الذي يقدمها دائما لنا هذا الشعار من إنجازات من إبداع. هنا ممثل مرقم بانطلاقات أشواط الرموز ياتينا بانطلاقة مميزة في هذه الأشواط، بينما المركز الرابع رابع المراكز هنا الشاهنية للويهي بالزفنة بالويهي العفاري،
ياتي مع المركز الرابع، بينما النقلة الى المركز الخامس وانطلاقة خامس المراكز تتقدم به وتتحرك هذه الواصلة. هناك قرايب، قرايب لهزيم بن محمد بن هزيم المسافر ياتي بانطلاقة المركز الخامس، بينما سادس المراكز حضورا من الطيارة، الطيارة المسري بن سالم بالعرط الحميري يتواجد مع المركز السادس، بينما نتأخر قليلا لنتابع المركز السابع لنتحول إلى سابع المراكز في هذه الاندفاع. المركز السابع وصلت به وتحركت هذه المتقدمة، إذن الواصلة سوقة سوقة لسالم بضعي بن غدير الاكتبي قادما بأداء الكبير في تحديات هذه الانطلاقة المميزة. انتقل إلى المركز الثامن وانطلاقة المركز الثامن مع التزام، التزام لمفرح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قيضة القحطاني يتواجد في دائرة هذه الأسماء الكبيرة، بينما المركز التاسع مع سرابة لمحمد بن عتيج بن علي الكتبي، والمركز العاشر هناك القادم على المركز العاشر والمتحرك هنا وهايب لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي هنا في هذا الانطلاق. إذن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي يتواجد بانطلاقاته الكبيرة، شاعر القمة يتقدم هنا في هذا الانطلاق. ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى انطلاقة هذه الأسماء كبيرة والشهيرة. من تنطلق في أرضية هذا الميدان؟ هناك بانطلاقة الصدارة تتواجد انتفاضة، انتفاضة لصالح بن بخيت بن مسلم بن طاسه العامري، يتقدم الأسماء، يتقدم الشعارات، يسير على نهج ودرب الأوائل ليكون حاضرا بالمرتبة الأولى، بينما المركز الثاني هنا جبارة لسعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاكتبي هنا يتواجد على المنطقة الثانية من هذا الشوط. المركز الثالث والدخول الذي بدأ من الشاهنية للويهي بالزفنة بالويهي العفاري يتواجد هنا بحضور جميل، يتواجد بانطلاق ممتاز ورائع للغاية. بدأت الأسماء بالتدخل وتحرك شعار بن الضعيف ليتقدم بانطلاقتي أيضا، سوق لسالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي، والتقدم يبدا من جباره لسعيد بن مهير بن ساري الاكتبي والواصله ايضا. جدل هذه المتقدمه، جدل تتحرك في هذه اللحظات وتتقدم ايضا بادائها الكبير، ليتحرك شعار سالم بن راشد بن غدير الاكتبي والوصول الاخر. يسلم من هذه الأسماء الواصلة التي بدأت في الهجوم، التي بدأت في الانقضاض على المركز الخامس وصلت فيه وتحركت وهايب لسعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي يتواجد بالمنطقة السادسة. وسابعا هنا حضور جميل من قرايب هزيم بن محمد بن هزيم المسافري والوصول، تحركت في هذه اللحظات وتقدمت ايضا العبارة او العابرة، العابرة بشعار مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري يتقدم مع العابرة. الله 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 يا هذه المنافسة الكبيرة التي بدأت من بين هذه الأسماء. ولكن عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى سوقة، إلى سوقة سوقة اللي على المركز الأول لسالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي يتقدم بأداء، يتقدم بانطلاقاته، يتقدم بشعاره الكبير. أما المركز الثاني
فهناك التواجد على المركز الثاني من انتفاضة لصالح بن بخيت بن طاس العامري المركز الثالث، وحضور ثالث المراكز جدل لسالم بن راشد بن غدير رابعا، والتسلل يبدأ مع غرايب لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري. يا سلام هذه اللي وصلت انتفاضة لصالح بن بخيت بن طاس العامري، هنا تنتزع المركز الأول، تقدم هذا العرض الجميل مع المسار المستقيم مع هذا الاندفاع الذي يحمل هذه التعديات. وصلت أيضا وتحركت العابرة لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري. يا سلام هذه الانطلاقة الجميلة. إذن العابرة اللي على المركز الأول واللي على الصدارة، والعصا قوس حتى هذه اللحظات 800 متر الأخيرة المتبقية من نهاية هذا الشوط، وهي العابرة بالمركز الأول بشعار مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري. المركز الثاني انتفاضة صالح بن بخيت بن مسلم بن طاس العامري. المركز الثالث الشانية للويهي بالزفنة بالويهي العفاري. يا سلام المركز الرابع هنا باندفاعتي أيضا وانطلاقة الشانية لمحمد بن زايد بحميد المزروعي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى اللحظات الأخيرة ما بين هذه الأسماء الخطيرة. إذن الصدارة تبدأ هنا مع العابرة لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، ولكن الشانية للويهي بالزفنة بالويهي العفاري بالمركز الثاني. اللحظات الأخيرة ما بين الشانية ما بين العابرة، ولكن عبرت العابرة انتقلت العابرة بالمركز الأول، تقدم هذه العروض الجميلة. إذن العابرة هنا تنتزع صدارة هذا الشوط إلى الختم. السلام، تهانينا والناموس إلى مالك العابرة مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، وختم على المركز الأول، والسلام الختم سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شانية للويهي بالزفن بالويهي العفاري. المركز الثالث كانت انتفاضة صالح بن بخيت بن طاس العامري. المركز الرابع كانت قدر لسالم بن راشد الغدير. والمركز الخامس كانت مع انطلاقة التزام لمفرح بن عبد الرحمن بن سلطان القحط. إذن مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، إذن هنا نعود بكم إلى التوقيت الزمني المرافق لانطلاقات العابرة، 12 دقيقة 54 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العابرة مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري على هذا الفوز والانتصار، بينما وصلت على المركز الثاني وكانت حاضرة أيضا بالأداء الجميل. توقيتها الزمني 12 دقيقة 57 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك الشاهنية الويهي بالزفن بالويهي العفاري، بينما المركز الثالث كانت حاضرة أيضا بأداء جميل وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 58 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. انتفاضة لصالح بن بخيت بن مسلم بن طاس العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد